اتركيني. غسلوا هالوسخة منيح لأنه السلطانة الأم بدها تشوفها. اتركوني ما بدي. لك بعدوا عني. يا خانم كوني مؤدبة ولا تخليني ازعل منك. وعليك اللي نخلي السلطانة صفية تشوفك وبعدها أنا بربيكي. حمموها يلا. مين هي السلطانة صفية؟ ما تكون الملكة صوفيا؟ مو صوفيا، هي اسمها السلطانة صفية. متأكدة إنه هي نفس الملكة صوفيا؟ اسمعيني شو رح أقلك يا خانم. السلطانة صفية أقوى مرة بالعالم كله. ما بدي عيونك تتطلع بعيونها وما بتفتحي تمك أبدا. وإذا سألتك عن اسمك بتقولي خديجة. خليكي مؤدبة، بتوطي راسك وبتنزلي على ركبك، ما بدي وقحة، عم تفهمي؟ ما بتسأليها ولا سؤال، ولا بتتاوبي ولا بتحكي، بتضلك ساكتة، روحي. يعني شو عم تستني؟ إذا سألتك عن اسمك بتقولي لها خديجة. شو بتقولي لها؟ آه خديجة. نشكر الله أنه مولاتنا السلطانة اليوم فايقة مزاجها رايق وعم تضحك. يلا بسم الله. يسعد صباح سلطانتنا الغالية نورنا وشمسنا. مولاتي السلطانة، مولاتي زوجة قاسم باشا ناطرة على بابكن وطالبة موعد للمقابلة، ورح تكون بحضرتك اليوم قبل الظهر. وبنت قاضي بورصة كمان مصرة تتبارك وتبوس طرف توبة، فعطيناها موعد اليوم بعد أذان الظهر. وبخصوص الغداء عنا عزيمة لخواني من الوقف، وبعد الأكل موكبكن رح يزور مبنى المسجد الجديد. وحضرتك طلبتي تطلعي على دفاتر الديوان وهن جاهزين. بحس إني بفيق على دنيا جديدة كل يوم. شو في كمان يا بلبل؟ نصوح آغا رجع من كافالونيا يا مولاتي، وجاب معه البنت المرسومة اللي حبيته تهدوها لمولانا. قديش صغيرة وردة لسه ما تفتحت، بنت بأول العمر ولسه ما اشتد عودة. شو اسمي؟ خديجة. أنستازيا بورفا بورينا صوفيا لا سوبليكو ماندامي أكاسا برميتا ميري كريسارا مي فاميليا بورا لامودة لبرخنسيتا سانتا. بعتذر يا مولاتي، ما كان في وقت نعلمها القواعد والأصول. قالوا لك اسمك خديجة ما هيك؟ جنات؟ معقول ما قدرتوا تلاقوا اسم أحسن من خديجة تعطوا لها الحلوة؟
مه بكر مناسب. بس ما بدي أكون مه بكر يا جلالة الملكة. من شوي كنتي خديجة، ومن قبلك كنتي أنستاسيا، وهلأ صار مه بكر الحلوة. شو اللي تغير؟ لما يتغير اسمنا مو معناها نحن تغيرنا. أنا أنستاسيا يا ملكة. اسمعيني يا حلوة، وهي أول نصيحة إلك هون. المرأة خلال عمرها بتتغير صفاتها واسمها كتير، وبكل مرحلة بتكون إنسانة مختلفة. بالأول طفلة، وبعدين مرأة، وبعدين بتصير أم. ورب العالمين إذا عطاها شوية حظ وذكاء ممكن تكون سلطانة. فيك تحافظي على اسمك بداخلك وعلى كل صفاتك يلي انت بتحبيها. ما في داعي للخوف، وتأكدي انه ناطرك مستقبل كتير حلو. اذا اظهرتي الاخلاص والولاء وقدمتي لنا الطاعة وما خالفتي الاوامر ابدا، ماشي يا حلوة؟ أسيكي ما من دراسة لك سمية. رح يعلموكي كتير شغلات يا مه بكر، وأول شغلة منهم نوري غريساراس خمس بس أقول بيدار تودو. خدوها على الغرفة الخاصة، وبس يصير الوقت مناسب منقدمها لمولانا. يا جلالة الملكة. على الأغلب اسمها أنستازيا يا سلطانة. السلطانة صفية جابتها من جزيرة يونانية لأنه مولانا شاف صورتها وعجبته كتير. أنا متوقعة هالشي من السلطانة صفية، رح تعمل جهدها حتى تسيطر على أحمد. نادولي شروق خانم. اشكري ربك لأن السلطانة صفية مزاجها رايق اليوم، وعلى كل حال رح تتعاقبي لأنه لازم تتعلمي الأدب. جنات، هاي الخانم مكانها مو هون. السلطانة الأم أمرتني خليها بغرفة لوحدها، حتروح على الغرفة الخاصة. بهالحرم لك في سلطانة أم وحدة بس، وهالسلطانة هي السلطانة هاندان، وحضرتها اللي أمرت بأنه ناخد هالبنت على الحرم لك. كلامي واضح ومفهوم ولا بعد لك يا؟ شهرزاد، هاي جارية جديدة، خدوها لعند الخياطة خليها تفصل لها تياب. شروق خانم اسمعيني شوي، في شي لازم تعرفيه عن هالبنت. وضع هالبنت مختلف، السلطانة صفية جابتها لهون مخصوص لتهديها لمولانا، بعتت وجابتها من آخر الدنيا، وما بيجوز نعاملها مثل الباقيين. وانتو كمان افهموا هالشي وعملوها على هالأساس. ما كلها قد برد، شو بكي؟ لك مبلا لانه هلا مش لك ايه شو بنسوي؟ يعني شو هيك قالت لي؟ لساته مي انا هيك بردتي بس انا كثير نعسانه وبكي نام حاجة بعطيني هالحكي خلص نامي طيب خذي تغطي سرعتيني لازم ايه والله احسن بس ما حضرتني يا شيخ قلتوا لي جايبينها مخصوص كرمال مولانا؟ ايه ما بعرف على شو متعذبين تركوا البنات الحلوين يلي بالحرم لك وجابوا من هالبضاعة العادية؟ أنا أصلاً ما كان بدي إجي على القصر، تتهنوا بمولاكم. ونحن ما كان بدنا، بس جبرونا. أنتِ شفتي مولانا من قبل؟ ليكي إذا شفتي أوعى تخافي منه، لأنه إذا حس بخوفك بيقس عليكي. أصلاً أنا ما بخاف من حدا أبداً. البنت الصغيرة اللي قبلك يا حرام كثير خوفها.
شو ساوى؟ إذا سمعوني عم بحكي علي بيقطعوا راسي. ليك رح أقول بس ما بتجيبي سيرة لحدا أبدا. ماشي مولانا السلطان الله يحفظه ويطول عمره، سمين كتير وكرشه مثل الطابة المنفوخة، هو ختياره على حفة قبره. بيقولوا عمره شي مية. أوه لك إيه هو فوق المية. بيقولوا إنه في مين عمل له سحر لحتى يضل عايش، وقال إنه بياكل قلب البنات الصغار يلي بيفوتوا لعنده لحتى يعيش كتير. وما في مهرب منه؟ بنت واحدة بس نفتت منه لما فاتت لعنده بهديك الليلة، ما طلعت بعيونه أبداً، قعدت وما تحركت بالمرة، ضلت طول الوقت مغمضة عيونها. قرب مولانا منا وشم بمنخاره الكبير وبعدين مشى وتركها. الله يحمي كل الجواري ويكون بعونهم. آمين. يا الله والله كتير جوعاني. لو بتعرفي شو عملت فيها مبارح، يا حرام شو صار فيها وقت حكيت لها، كانت رح تموت من الخوف. فاكرة مولانا وحش وبياكل قلوب البنات. حرام ما تخوفوها لساتها صغيرة. شو هالحكي حبيبتي؟ هالخانم جابوها خصوصي لمولانا حسب ما قالوا لي انه هي اول وحدة رح تنام بحضنه. جابوا له اياها خصوصي؟ تعرفي عم بمزح معك شوي. شو يا حلوه؟ وهيك شو عم تعملي؟ معقوله هي فوتوها لمولانا؟ طيب ورجيني لشوف. انت اكيد بنت. لك شو ما ضل اسمان بالحرم لي؟ لحظه والله مو مبين اذا انت بنت ولا صوت. لك تعي. بعدين انت وياها على شو مجتمعين حواليها هيك وكانها شي لعبه؟ يلا كل وحده على مكانها وانت تعالي لعندي. هي اليزابيث قطه السلطانه الام صفيه، وبكل هالقصر ما رح تلاقي حدا أغلى من القطة إليزابيث على قلبها. لهيك ديري بالك ولا تفكري تمزحي معها حتى. شوي أنا ما رح أتأخر. يلا جايتك. اليزابيث اليزابيث إليزابيث ناسية ناسية
بقدر اطلع. يلا انستاسيا. اوعك توقعي. شو جابك على القصر؟ شو دخلك انت؟ رح تقول لهم شي؟ قول لمي؟ لهدول المتوحشين جنات وباقي الجواري، مو ناوي تقول لهم شي ما؟ شوفي ورا الحيط يلي هونيك، قلي انا فيني اهرب؟ وليش لتهربي من هون طيب؟ لأنهم جابوني بالقوة، جابوني للسلطان، سلطانهم الختيار والسمين، لازم روح فورا قبل ما ياكلني مثل الباقيين. ختيار وسمين؟ أنت بتعرفوا شي؟ مزبوط إنه بياكل قلوب البنات الحلوين؟ قلوب البنات الحلوين؟ وما في غير بنت وحدة نفدت منه، وقفت وحطت راسها بالأرض وما اطلعت بعيونه. وقت قرب منا شم شوي وترك وراح. ما فيكي تهربي من هون، ورا الحيط في منحدر وامواج، اسمعي الصوت. معناتها شو رح اعمل؟ لازم لاقي طريقه وبدك تساعدني. احسن شي ترجعي لجوا، لأنه إذا عرفوا أنك اختفيتي رح يحطوكي بشوال ويزتوكي بالبحر. يحطوني بشوال ويزتوني بالبحر؟ بور فابور أيودا مديوس. لا، أنا لازم روح من هون فورا، ماما وبابا وأختي عم يستنوني بالبيت. طولي بالك، لا تخافي، ما حدا رح يأذيكي وأنا هون أنستازيا. أنت شو عرفك باسمي؟ المشرفة اللي اسمها جنات قالت لي اسمك وخبرتني عنك انك بنت متوحشة وقوية. اها، اصلا هي المتوحشة، انا كنت عم احمي حالي. هلا بتكون عم تدور علي، اكيد رح تضربني. ساعدني الله يخليك، طلعني من هون، بترجاك بموت ولا بضل بهالمكان. خلص أنا رح ساعدك، بس روحي هلا. أصلاً الحرملك فيه كتير بنات، ولحتى يجي دورك منكون لقينا حل. اسمعي كلامي، ما رح تندمي. أنت شو اسمك؟ بهجت. باجت؟ بهجت. باه.
باه جد. باه جد. ليش بدك تساعدني بقى يا باه جد؟ بعدين ليش لا أوثق فيك؟ لأنه أنا كمان بدي أهرب من هذا القصر. أنت كمان جابوك لهم بالقوة؟ طيب وين عيلتك؟ وين أمك وأبوك وإخواتك؟ هلأ مو وقت هالحكي، روحي على الحرملك. Thank you.